مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناة نور ودودي. لو اول مرة في القناة ما تنسيش تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة مولد النبي، هو ان شاء الله يوم الخميس الجاي. انا نزلت اشتريت الحلاوة النهاردة وهحكي لكم بقى عملت ايه عشان اشتريها. كمان انا لسه ما فتحتهاش عشان قلت اعمل لكم الفيديو الحلو ده عشان اقول لكم كل سنة وانتم طيبين. فانا نفسي افتح العلبة بقى كفاية كده. هنفتحها مع بعض. بقالنا 3 ساعات او اكتر والله من ساعة ما جبتها. عايزة اقول لكم ان انا رحت اجيبها من عند انا من المنصورة، فرحت اجيبها من عند ابو يوسف، ده مشهور قوي بحلاوة المولد في المنصورة عندنا وكده. فلقيته زحمة موت، فقلت مش معقول انا اقف بقى على الطابور ده كله. كان زمان لسه واقفة لغاية دلوقتي، وشوية والناس هيضربوا بعض ويشكلوا مع بعض وكده، وما ينفعش بقى الزحمة زي ما انتم عارفين عشان الكورونا يعني. فخفت بصراحة وقلت امشي، ورحت عند مونجيني وجبت الحلاوه. بصراحه الحلاوه بتاعته برضو حلوه قوي. بصوا العلبه شكلها جميل ازاي. هي العلبه دي اسمها ايه؟ دي علبه حلاوه المولد. وكان في هناك، هقول لكم عشان جبت المنيو كمان، العمده، وفي علبه اسمها المهرجان ومواويل وعروسه وحصان وحمص وحلاوه والبلياتشو. انا جبت ايه؟ انا ما جبتش اي واحده في ذوق. لا انا بتاعتي اسمها حمص وحلاوه، هي مكتوب عليها كلهم مكتوب عليهم حلاوه المولد، انا بتاعتي اسمها حمص وحلاوه الخضرة دي. بصوا اهي شكلها جميل، ومن ورا لونها فوشيا، هو طلع احمر بس هو فوشيا على الطبيعه. وزي ما انتم شايفين الحيزبونه اللي ورايا ده، دي بسنت عروسة المولد، دي حبيبتي. بس تحس ان هي يعني متكبرة شويتين تلاتة او رافعة راسها كده على طول. فانا بصراحة اتخنقت منها وهي مش عارفة هي عاملة كده ليه، بس هي كل سنة بتحتفل معانا فمش هنزعلها برضو، لازم نطلعها في الاحتفال. كل سنة وانتم طيبين. تعالوا بقى نفتح العلبة الحلوة دي مع بعض. تعالوا بقى نفتحها مع بعض، هعمل لكم لايف وانا باكل حلاوة المولد. لازم ننقل الاحتفالات كلها سوا. وانا مش اول مرة اجيب من مونجيني بصراحة، الحلاوة بتاعته حلوة، بس يعني احنا عندنا طقوس شوية في المنصورة. زي اي مكان كده هتلاقوا فيه حد بيعمل حلاوة المولد بس، يعني هو طول السنة الناس ما بيروحوش غير ان هم يشتروا حلاوة المولد. بس خلينا مع مونجيني الوقت بقى عشان احنا خلاص جبنا منه حمص وحلاوة. ما انا قلت لكم انا سبت ابو يوسف عشان الناس كانت هتضربني. لا هو كان زحمة جدا بصراحة، واخدين الاسامي بقى وهينادوا مين اللي عليه الدور. قلت لا خلاص ابدا. كان في قهوة جنبه، فانا ايه يعني كنت هقعد بقى اخد شاي عليها لغاية ما يجي من الميعاد بتاعي. من شوية تتفتح. هو لازقها ولا عامل فيها ايه؟ لازقها. تصدق حمص وحلاوة، ايه ده؟ ده عاملها كمان من جوه. هو قال لي قلت له لفها لي، ده انا بشيل الزياده اللي تحت ده. لفه حلو وقد كان بصراحه يعني. السباقة وانا زودت فيها شويه حاجات بقى، يعني ايه انا بحبها كده قلت ازودها. جميله صح، حلوه قوي. بصوا افتحها بقى معاكم. انا جوعت والله، مش عارفه ليه انا جوع الايام دي كتير قوي على طول. جبت دي روزيه، ايه تاني؟ ودي حمصيه اكيد عشان بتحمص. دي فولية عشان بتفول. وايه دي؟ ملبن وعليه فول سوداني وجوز هند. اهي بسنت، اهي طالعة يا بسنت، ده فظيعة فظيعة بحبها قوي. ده ملبن اللي هو العادي، ودي نوجة. ايه تاني؟ دي بندقية. همشي بقى كله على نفس الوزن يعني زي ما انتوا عارفين.
انا مش عارف، هي بندق يعني، فخليها بندقية، ملهاش اسم. وانا اقول لكم اسمها ايه، المفروض اللي بالكاجو، بس كان خلصان كاجوية بقى. يعني مش هنهتم بالموضوع ده عشان مش موضوعنا. دي بقى هي دي كان اسمها ايه، دي حاجة ده جوز هند بس برتقاني. ما تشوفين لنا كده اسمه ايه، مش انت اللي عارفة الحاجات دي؟ اه ده جوز هند بس لونه برتقاني كده يعني. لذيذة برتقال مني. اه لذيذة برتقال. دي طبعا الفولية يا جماعة، دي احلى حاجة يعني فيها، عارفين الفولية دي. ودي اللي هي السمسمية اللي هي العلف، انا مش بحبهاش بصراحه. ايه ده يا ديدي كل ده؟ ايه انا مش بحبها، انت جايبه انا حطيت كده ليه؟ هم اللي حاطين 11 قطعه ده عارف خالص، ده 11 وزعين. وده بقى دي ايه، ده جوز هند، ده جوز هند، دي حاجه جامده، مربى جوز هند زبيب مني. اه مربى جوز هند زبيب مني. آه هم اللي كاتبين ميني دايما ان هي صغيره يعني شكلها. اه بس انا بقى ممكن معايا واحدة ممكن تقتلنا عادي يعني، مفيش عندها مشاكل. بس انا لما جيت اجيب ما جبتش الميني طبعا، انا جبت الحاجات الكبيرة، الحاجات اللي انا ضفتها. اللوزية دي على فكرة حلوة قوي، بس هو عايزة اقول لكم على حاجة اساسي في حلاوة المول، دي الفولية يعني بالنسبة لي يعني. دي اه دي جزرية. والله ما اعرف، ما كلهاش اصلا. بس هي طلعت كده يعني، انا عايزه اجرب البتاع الحمص ده، لان ده حمص اللي هو عليه يعني زي الكليه اللي هو العسلي كده، مش عارفه افتح دي ايه. دي السمسميه، بس سمسميه تانيه. طعم حمص، لا ما يكون طعمها ايه ما عارفه، غريبه كده. الحمص الابيض مقطع على الارض، الحمص الابيض بيبقى طعمه احلى بصراحه. ده ده معروف الحمص الابيض يعني. ودي اللي هي اللي بتبقى فوليه بس بيضه. انا ايه بقول لكم اسامي وحشه، انا اسامي غريبه يعني، انا بسمي على مزاجي. ودي السمسميه بس بيضه، ماشي سمسميه زي العلف بس بيضه يعني. ودي برضو فوليه، البتاع بتاعتهم كبيره شويه. في حاجه انا كنت ماسكاها دلوقتي، اه ده ملبن بالجيلي بالبرتقال، وفي بحاجة تانية، وفي فراولة، ده فراولة، وكان في دلوقتي معايا لديدة او حاجة زي كده، او لديد يعني. انت شفتيها دلوقتي؟ اه حتى افتكرتها، بس بصي كنت لا دي لديدة. ده الملبن اللي هو العادي اللي هو بيبقى عليه سكر او دقيق، متهيألي بيبقى عليه دقيق مبيبقاش عليه سكر. فين اللي انا فتحتها؟ اه اهي دي اللذيذة، اللذيذة اللي هي زي البسبوسة اللي هي العادية اللي هي الطرية دي، عجباني اوي. معايا اللي واقع على الارض عشان لسه فرشة لسه منضفة. اه الحبل بقى، ملبن الحبل يا جماعة الشهير، بس ده انا هجيبه من عند واحد برضو مشهور عندنا في المنصورة، هو اسمه ايه مش هقول على اسمه. عايزة اقول لكم ان انا هجيبه من عنده يعني، اللي هو بالوزن لوحده بيبقى بتاعه تحفة اوي. بس ده برضو حلو، ده بيبقى محشي مكسرات كده من جوه، وشكل الحبل ده طويل زي ما انتوا شايفين. بس جبتش من ابو يوسف، معلش مش اشكال، جبت من مونجيني بصراحه، الحلاوه بتاعته حلوه.
كل سنة وانتم طيبين. لسه بقى في طقوس كتيرة وحاجات كتيرة حلوة قوي عشان مولد النبي. كل سنة وانتم طيبين. يعني من الحاجات الحلوة في السنة اللي لازم نحتفل بيها ونعمل أكل معين برضو. وهعمل كفتة رز، دي حاجة أساسية عندنا مهمة. شوربة ولحمة وحاجات بقى من دي كده. عايزة كمان أعمل رقاق أو جلاش، يعني مش عارفة لسه هعمل إيه، بس مبدئيا خلينا مع الحلاوة. كل سنة وانتم طيبين، وعايزاكم تقولوا لي اشتريتوا الحلاوة منين، والناس اللي عندي من المنصورة يقولوا لي لو جابوا الحلاوة جابوها منين. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. كل سنة وانتم طيبين.